عامر عامر مبروك محمود. مبروك يا كرولوس. مبروك يا كرولوس. صفت امبارح؟ ها؟ اتصل صفت امبارح ليه؟ بجد؟ انت مين؟ قول يا عم بس اسمع الكلام. قول يا حبيبي. شكرا. مبروك. اتفضل. معاذ عاطف. معاذ. تعالى يا معاذ. مبروك يا حبيبي. كريم ناصر عبد الفتاح. شكرا. ألف مبروك. ألف مبروك. حسن كفيف. مستحق يعني. كريم محمود. كريم محمود رمزي أحمد. يا كريم. تعال 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 تعال، انت مستعجل ليه؟ خد امسك الشهاده دي كده، بص بقى للناس. شكرا يا حبيبي. محمد محمد التميمي. باسم محمد بكر. مبروك يا باسم. محمد احمد رزق. محمد تعالى يا محمد. اروى حسام. يا اروى. مبروك يا اروى. اسامه محمد. عايز الطلبة الأوائل يظلوا معانا، أنا هنجري معاهم حوار بعد اللقاء هنسمعهم، مش لازم احنا اللي نقعد نتكلم على طول يعني، لازم نسمع أولادنا. شكرا جزيلا. مروان أحمد علي. محمود أشرف السيد. زياد محمد سعد. يا زياد. تعالى 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 تعالى. امسك كده معايا. شكرا. مبروك يا باشا. ابراهيم جمال حنين. هو حنين ولا حنين؟ ها؟ حنين. ماشي امسك. مبروك. مرقص شنوده محارب. يا مرقص. مرسل دينو سامر. اسمع بلادي خالص يا مرسليني. ها اتفضل. فايزة علي محمد. شوف يا فايزة. عمرو خالد ناصر. فرح محمد أدري. مبروك يا فرح. محمد حاتم عبد السلام.
شعرك قصير هنا. شعرك قصير من كده بس حرقت. عز الدين احمد العوضي. نسمة محمد سليمان. يا نسمة مبروك يا نسمة. عائشة هاني محمد. مبروك عائشة. ندى عمر السيد. تعالي يا ندى. مبروك يا ندى. معاذ عبد الرحيم احمد. اهلا معاذ. سيف علاء الدين محمد. محمد سيد محمد. يا اهلا وسهلا. منورين الدنيا كلها. انا عايز اشكركم بس انا عايز اشكركم الناس دي كلها. سقف اشد. عبد الرحمن بيومي حسين. تعالى عبد الرحمن. شد كمان. بص بقى اليوم كلهم كده. مبروك. ألف مبروك. نعم؟ عبد الرحمن قعد عندنا 7 سنين مشوار طويل طويل. ولحد النهارده حضرتك خارج من مطار. حاضر. هنشوفك. كنت ماشي في الدرس المنطقي. حاضر حاضر. مبروك يا حبيبي. اتفضل يا فندم. عشان علي عامل صلاح الدين. لا اسافه كمان معلش. عمر عبد الرحمن. استنى دول بقى العلماء المستقبل باذن الله. اتفضل. سلم ما تسلمش ليك. مبروك يا حبيبي. ما انا جايبك ليه؟ مبروك. تعالى من هنا. أدهم محمود حسن. استنى الرياضة. مبروك. أنا عايز بس أوجه الشكر لمدير المديريات اللي أثر يعني إحنا طلبنا منكم تجيبوا الطلبة فالحقيقة كلكم جبتوهم وجبتوهم معاكم في عربياتكم في الحقيقه وده فخر لكم لان اولادكم يطلعوا الاوائل من عندك ده حاجه كويسه جدا. انا الحقيقه بكده انهينا المؤتمر الصحفي لمؤشرات الثانويه العامه. النتيجه اعلنت من امبارح انما النهارده مؤشرات الثانويه العامه وجهود كل الاطراف معانا في هذا الموضوع. نعم؟ ها؟ تظلمات. الاستاذ خالد بيكلمني اهو. انا عايز اقول لكم انا حريص ان كل واحد له درجه ياخدها. عشان كده التظلمات هتبدا من يوم الخميس. هتاخد صوره الورقه بتاعه كراسه الاسئله عشان نضمن ان هو نفس النموذج. احنا الصوره بس. الصوره على الموقع ينزلها باسمه عليه. هنحملها على الموقع. الحاجة الثانية نماذج الإجابة هنحملها على الموقع، الأسئلة هنحملها على الموقع، نشتغل بشفافية مطلقة، إحنا كل في دورنا إن له حق ياخده. اللي له إيه؟ حق ياخده. الباركود اللي فوق على ورقة الإجابة وعلى على من الجزء الأعلى والجزء الأسفل محدش يجي يقول لي مش ورقتي. لا حرصنا إن يبقى في باركود على ورقة الإجابة موجود في أعلى الورقة وفي أسفل الورقة سواء ورقة البابل شيت أو سواء الورقه المقالي او الجزء المقالي. انا عايز اقول لكم ان صححنا الالكتروني بالسكان
وكنا بنشيك عليه على نسبة منه باليدوي علشان نضمن ان التصحيح الالكتروني ماشي في الاطار. المقالي اتصحح عبر التابلت واتصحح يدوي، والاعلى لو في نص درجة كنا بنحسبها للاعلى. يعني احنا في عملية التصحيح السنة دي متوخيين الدقة البالغة، الدقة البالغة علشان كل واحد ياخد حقه. وانا الحقيقة يسعدني ان كل طالب كان متوقع لنفسه درجة جت درجته قريبة من الدرجة اللي انا بقولش هي تماما، لكن بقول قريبة من الدرجة اللي كان متوقعها، وده يعكس مدى صدق عملية التصحيح وعملية التقدير. الحقيقة انا عايز اسمع اثنين ثلاثة من اولادنا الاوائل على مستوى الجمهورية. حب الاول عن كل شعبة ماشي. لا الاول والاول والاول بس مش مشكلة. الاول جمهورية علم علوم مين؟ طب الأول رياضة. ده بالأول أدبي. أنا هطلب منهم رسالة يوجهوها لزملائهم اللي داخلين الثانوية العامة السنة الجاية بس. فين يا جماعة؟ حبيبي نور. التظلمات ايضا هتبقى في الكنترولات القريبه منك، وهنطلع بيان بنقول المحافظه ايه تروح الكنترول انهي كنترول، علشان برضو ما نتعبش الناس ونجيبها كلها المدينه التعليميه. لكن المدينه التعليميه هيبقى المحافظات القريبه منها مثلا بني سويف وغيره، فده برضو عشان نعمل اريحيه للناس بتاعه. تعال حبيبي، تعالى يا حبيبي، تعالى لي هنا. لا ما تقعدش، تقعد فين بقى؟ اسمك يا محمود. تنصح زمايلك اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه تقول لهم ايه؟ ميكروفون معاك. تنصح زمايلي بينهم يعملوا اللي عليهم ويجدوا ويجتهدوا وكل حاجه بايد ربهم. حاضر قرب من قرب من هنا. ننصح زمايلي اللي رايحين السنه الجايه يجدوا ويجتهدوا يعملوا اللي عليهم والباقي بتوفيق ربنا. تمام. بس. بقول لك يا محمود، يذاكروا ازاي؟ يحددوا اشياء يوميه، اهداف يوميه واسبوعيه. تمام. ويقوموا بتحقيقها خلال مدى زمني معين. شكرا محمود. علم رياضه صح؟ ادبي. ادبي؟ أدبي. اسمك؟ علي عين. علاء؟ علي علي. يا علي انت الاول على الشعبه الادبيه صح؟ على مستوى جمهوريه مصر العربيه. تنصح زمايلك اللي داخلين ثانويه عامه السنه الجايه بايه؟ انا اقول لهم يذاكروا. لا لا اقول لهم يذاكروا ويعملوا اللي عليهم وربنا هيديهم على قد تعبهم، وانصح ان هم ما يقصوش خالص. يعني ما فيش يأس ويشتغلوا ويذاكروا. شكرا جزيلا. شكرا. قول لنا بقى انت الشعبة ايه؟ المركز الاول ادب. قولي لنا تقولي ايه لزمايلك اللي رايحين ثانوية عامة السنة الجاية؟ نصيحة بس يعني نوعية كده. ماشي. سيبوا يعني. يعملوا عليهم كل السنة، ما يفكروش في النتيجة خالص، وده كله توفيق ربنا طبعا. معلش يا فندم، تعالي على المايك ده عشان صوتك يوصل. اقول لهم ان يعمل عليهم طول السنه ما يفكروش في النتيجه خالص، كل سنه بتختلف عن الثانيه، ويهتموا طبعا بالصلاه دي اهم حاجه، وينظموهم. شكرا حبيبي. انت بقى تقول لزمايلك ايه اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه؟ اقول لهم انهم يجتهدوا، ربنا يوفقهم باذن الله، وما يحبطوش خالص طول السنه، ويفضلوا طول السنه مجتهدين باذن الله. تمام. شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبي. استم يجي لنا. علوم ولا ها؟ قول لنا بقى، تقول لزمايلك ايه اللي داخلين ثانويه عامه السنه الجايه؟ انا اهم حاجه اقول لهم ان هم يهتموا بالاستمراريه،
الاستمراريه اهم من مذاكره كتير بعديها ان اقطع. اهم حاجه الاستمراريه، واهم حاجه كمان اهم من مده المذاكره الكواليتي او جوده المذاكره نفسها، ويعملوا كل اللي عليهم واكيد ربنا مش هيضيع تعبه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هي اهم حاجه كل واحد يركز عليها ان هو يحافظ على صلته بربنا ثم طاعته لوالديه، عشان دي اهم حاجه بتدي دافع فعلا في الدراسه. تاني الحاجه اللي بعد كده ان الواحد يجتهد على قد ما يقدر وينظم وقته، عشان تنظيم الوقت هيسمح لك انك تلاقي وقت للاجتهاد ووقت تاني للراحه. تنظيم الوقت ووضع خطط طويله المدى دي اعتقد اهم حاجه تساعدك في ان انت تجيب اعلى حاجه ان شاء الله، زائد انك تتعدد في المصادر اللي انت بتدور فيها، وده ان شاء الله بيكون كويس جدا. هلا استقبل، شايف الناس كلها بتسقف لك ازاي؟ قولي لي بقى هتقولي ايه لزمايلك اللي رايحين ثانويه عامه السنه الجايه؟ احب اقول لهم ان اليقين احب اقول لهم ان اليقين اهم حاجه حقيقي بجد، والصبر وبجد كل حاجه بتعدي، واهم حاجه ان كل واحد يعمل اللي عليه وبجد كل حاجه بتعدي، ودايما اليقين بربنا، وربنا دايما عمره ما بيضيع تعب حد. الله. انا بس عايز اقول حاجه ثانيه، التظلمات نوضحها شويه. التظلمات بدأت من خميس 3/8/2023 عاد لمدة 15 يوم. التقديم الإلكتروني على موقع الوزارة، الاطلاع على ورقة الإجابة بكل كنترول. أنا بس عايز أأكد على نقطة مهمة جدا، إحنا بقى عندنا حاجة اسمها مجموعات الدعم المدرسية. ركزوا معايا. مجموعات الدعم المدرسية دي الطالب هيطلب المدرس المعين، فلما هيطلبه هنجيبه له، واحنا كمان كوزاره هنمده بالادله وبنماذج. اللي انا اقصده انه يشرح لاولادنا زي ما النظام التعليمي عايز، مش يشرح بحاجه ثانيه. فده الحقيقه انا بقولها اهوت، والنهارده بقولها، مجموعات الدعم المدرسيه احنا سامحين للطلبه، هنجيب لهم المعلمين حتى لو من خارج الوزاره بعد ما ياخدوا مننا تصريح، وهنساعدهم احنا كمان بدورنا ان احنا نمدهم بالادله وبالنماذج المختلفه، وبالتالي نبقى منغمين مع بعض على النظام التعليمي ونوعيه الاسئله، وما نشوفش بقى القلق اللي كان بيحصل ان بعض الاماكن بتدرس بشكل معين لا يتفق وفلسفه النظام الجديد للتعليم. شكرا جزيلا، وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا.